والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على دربه ثم اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فدائما أقول في بداية الدرس الحمد لله على نعمة الإسلام، لأن نعمة الإسلام كبيرة لا يستطيع المرء المسلم التعبير عنها. لماذا؟ لأنها نعمة من الله. المرء يرغب أن يعيش طوال عيش قبل ضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتخونه الأيام حتى لا يرى يوم يسره. يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه الخسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فالإنسان بالنفس لا بالجسم إنسان. واعتصم بحبل الله، القبر باب وكل الناس داخله، والدار دار نعيم وكل العباد يسيرون فيها، وإن هفوا هفوة فالرب غفار. مالي وللأموال أجمعها، وأخرج من دنياي عريانا، وانظر إلى الذين خرجوا منها بسوى القطن والأكفان. فلذلك أيها الأحبة الكرام، انطلق بمدح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي العظيم، هذا النبي الكريم الذي وجه الأمة على الصراط المستقيم وأوعاها. ولماذا أيها الأحبة الكرام لا نبدأ بصلاح أنفسنا ونحن نرى أن سيد الخلق محمد عانى على زمن قريش وتعب على زمن قريش؟ فبيقول أن قائلا يقول لك أن كانوا عرب الأصالة فطرة وسليقة. أبدأ بالجانب الخلقي للنبي الهدى محمد حتى نرسمها ونغرزها في قلوب أبنائنا وفي الأجيال القادمة. لما نقبنا التاريخ ما رأينا أحدا من الشعراء والأدباء استطاع أن يرسم لنا صورة الحبيب محمد كما رسمته البدوية في الصحراء صلى الله عليه وسلم. أبدا نقب التاريخ. لماذا؟ لأمرين، وأنا أقول للأمر يدل حركة المجاور، أو أستأنف بكلام جديد فأقول الأمر الأول، إن سيد الخلق فيه صفتان، صفة جمال وصفة جلال، بخلاف جمال سيدنا يوسف. فسيدنا يوسف نال شطر الجمال، ولكن الجمال كله ما حازه إلا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. ونساء مصر افتتن بجمال سيدنا يوسف، ولكن نساء العرب لم تفتتن بجمال سيدنا محمد، لأن جمال سيدنا محمد كساه الله بالجمال والجلال والوقار. يقول الإمام علي: أريد أن أنظر إلى جبهته، فتارة أحضر وتارة أنظر الأرض، لأني لا أستطيع النظر إلى القمر المنير محمد رسول الله. والأمر الثاني، إن الرجل لا يجد وصف الرجل. وقل لأحد في لبنان ولو صادقته 60 عاما قل له ارسمني، لا يستطيع. ما أوتي من التماثة والحنكة والألمعية، أما المرأة لو وقفت معاه ربع ساعة فإن تصفك من بمبة شعرك إلى أخمص قدميك. والبدوية رسمت لنا صورة الحبيب محمد من أفصح امرأة في التاريخ. والله ما درست في شيكاغو ولا في أكسفورد ولا في جامعات لبنان، ولكنها مدها عبر قبيلة عهد وجديس، هي التي جعلها أن تجسد لنا صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي محمد هجر ما هاجر، بل أرغم على الهجرة، هجر فهاجر. وكان النبي يسير على ساحل جدة أو جدة تجوز الوجهان، فأقبل على خيمة أم معبد فقال لها: أريد طعاما من عندك لي ولأترابي، فنحن جائعون. فقالت: يا رعاك الله، اذهب إلى شيخ القبيلة، فهناك تجد السخاء والرخاء والبذخ والعطاء. الدنيا الدهر بنابه، وأناك علي بكلكله، وتطاول علي بتطاوله، وهذه الجزيرة العربية قاحلة، لم تبقي لنا قيرا ولا قطميرا ولا كثيرا ولا قليلا. وذهب أبا معبد يسق أعنزا عجافة لا تبض هن بقطرة من اللبن، وخلف لي هذه الشاة لا تحلب ذي أبدا. فابتسم سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم فقال لها: أعطني الإناء. فقالت: يا رجل، إنها لا تحلب، وأم معبد لا تعلم من حل في خيمتها. رجل وأي رجل، إن القمر الذي يسطع في علياء السماء ليستحي أن يباهي نوره بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت: من أي القبائل أنت؟ قال: أنا من قبيلة ماء، واللبيب تكفيه بالإشارة. قالت: ما اسمك؟ قال: أنا عبد لله. قالت: كلنا عبيد لله، خبرني عن اسمك الحقيقي. فما أخبرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسماء، خاف إن علمها أن تخبر قريشا فيطاردونه، لأن النبي مطاردا من 40 رجلا تمثلهم 40 قبيلة من قريش بقيادة الجهالة العربية أبي جهل عمرو بن هشام. فمن هنا سلمته الإناء، فأومى إلى الشاة قائلا: اقتربي
أمة الله. فأتت الشاة تشمشم قدميه الشريفتين، فمد يده إلى ضرعها وقال بسم الله، فامتلأ ضرع الشاة حليبا. وقال لها مكي يا امرأة. وسميت مكة للبدو قديما، كانوا يرعون الإبلة فشربت وشرب أترابه، وآخرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أعطى ساقيه شطر يثرب ثم المدينة. ففي المساء حل أبا معبد من رعي مر جاف من جزيرة القاحلة، دخل على المرأة وهو ينظر إليها ويتعجب، يقول لها: تركت شدقيك مصفرتين، أرى شدقيك منورين، وأرى حلوبا ولا حلوب عندنا. فهزت المرأة العربية رأسها وقالت: أولم تعلم من حل في خيمتنا؟ قال: ومن هو؟ قال: رجل مبارك. قال: صفيه لي. قالت: يا أبا معبد، يا أبا معبد، انظروا أيها الأحبة الكرام، قالت: يا أبا معبد، رأيت رجلا ظاهر الوضاء، حسين الخلق، مليح الوجه، لم تعبه فجلة ولم تظر به صعلة، هو قسيم وسيم، رأيته أزج أقرن أحور أكحل، في عينيه دعج، في أجفاره وطف، في صوته صحل، في لحيته كثافة، إذا صمت علاه البهاء، حلو المنطق فصل، لا خرز ولا نظم، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن، فهو أبهى الناس وأحلاه من بعيد وأحسنه من قريب، ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، له رفقاء، إذا تكلم استمعوا لكلامه، وإذا ابتدر لأمر ابتدروا لأمره، غصن بين غصنين، لا تنساه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر، فهو محسود محفود غير عابس. فقال لها: هذا محمد، هذا صاحب قريش، هذا محمد. فأصابت المرأة العربية القشعريرة وامتلأها البكاء، وقالت: لو أعلم أن هذا محمد لذبحت له هذه الشاة. سيدي يا